أدلت سيلا ببيان حول علاقتها الجديدة. الحياة العاطفية لسيلا ترك أوغلو غريبة للغاية. وضعت سيلا ترك أوغلو التي يذكر اسمها كل يوم باسم مشهور. بدأ ذكر سيلا ترك أوغلو حدا لهذه المناقشات التي أعلنت مرارا وتكرارا أنها ليست من عشاق دوغو غانغونغو. هذه المرة مع مارت رمضان ديمير الممثل الرئيسي في سلسلة الطائر الرفرف. أدلى سيلا ترك أوغلو بتصريح حول ميرت رمضان ديمير على حسابها على وسائل التواصل الاجتماعي. أضافت سيلا ترك أوغلو الجملة التالية قوي على حسابها على الإنستغرام في بوست فورتيس إليبغ. بهذا البيان أوضحت سيلا ترك أوغلو بوضوح أنه ليس لديها عاشق في حياتها. يتساءل الكثير من الناس لماذا توضح سيلا ترك أوغلو بإصرار أنها لا يوجد أحد في حياتها، حتى أن البعض يعتقد أنها إشارة خليل إبراهيم جيهان تعني سيلا أنه لا يوجد أحد في حياتي. لا تصدق الأخبار. خليل إبراهيم جيهان الذين نعرفه هو مستاء من هذه السلوكيات، وهي علامة على رعاية المرأة. ما رأيكم في هذا الموضوع؟ شاركوني بأفكاركم في قسم التعليقات بالفيديو. ودعاً.